هي الفكرة أصلا هنوافق عليها ولا لا؟ ده السؤال. هو ده الأهم أساسا. هي هتحب إن هي تقدم للجمهور أصلا ولا لا؟ مش موضوع تحد يعني سيرة ذاتية دي يا جماعة بتتعمل بعد مرور أجيال ما تعرفش الشخص أصلا. فأنت دلوقتي بتتكلمي على حاجات أنت فاكراها له، بتتكلمي على مشاهد فاكراها له، بتتكلمي على أعمال فاكراها له. أنا هقدم له إيه؟ هو الراجل قدم للناس التاريخ اللي حابب ان هو يبقى في دماغهم يفتكروه بيه. انا اي حاجه هقدمها هقدم ايه؟ لا ممكن السياسه ذاتها تتطرق لما خلف الكواليس. يهم الناس في ايه؟ انت شايف يعني احنا في عصرنا الحالي الجوسبس دي يعني سوري باللغه بتاعت العصر دلوقتي ترند. ايوه يفيدني في ايه انا ترند دلوقتي؟ ان الناس هتكلم على ايه في اللي ورا الكواليس؟ هتكلم على جوازه وطلاقه؟ لا هتكلم على اولاده؟ مش فهماني، مش قصدي. ما هي دي ورا الكواليس، مفيش اي حاجه ورا الكواليس تقدري تقدميها. يعني مثلا زي ما قلت جبل الحلال، السيره الذاتيه. لا ما ده مهم، ده عمره ما هيبقى ترند ومش هيهم الناس. اللي بيهم الناس وبيبقى ترند اي حاجه يا ليها علاقه بفضايح يا ليها علاقه بكواليس حقيقيه. خلينا نتفق عشان ما نبقاش بنتكلم ونحسس على الكلام. الناس هتتفرج على حاجه ليها علاقه. انت دلوقتي السيره الذاتيه لما جت اتعملت للاستاذ اسماعيل ياسين الله يرحمه تطرقوا لايه؟ حياته الشخصيه ومات ازاي وتعب ازاي واتعمل ازاي وراح ازاي وجه ازاي ومش عارف ايه وا وا وا. الملك فاروق لما جم تطرقوا للسيره الذاتيه بتاعته امه كانت عامله ازاي وابوه كان عامل ازاي والكواليس جوه البيت عامله ازاي. نجيب انت بتتكلمي دايما على خبايا شخصيه ليها علاقه بنجوم هم شخصيه. طب ما انتوا يا جماعه مفيش حد فكر يسال نفسه، لو سالتي محمود عبد العزيز نفسه تحب تعمل سيره، تحب حد يعمل لك سيره ذاتيه هتحب ولا لا؟ ما سألتوش بس انا عارف رد. لا طب بعد عمر طويل لو تعرض عليك ممكن توافق؟ اشوف.